حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بأبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات برنامج صوتكم على واحد من ذني الأرقام، وترسلون لنا تعليقاتكم في حال ما قدرتوا تحصلون على الأرقام الاتصال، تكتبون لنا تعليقكم على المواضيع اللي احنا نطرحها أو المواضيع اللي أنتم تردون تحجون بها أو تتكلمون بها. مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقة اليوم، وأول ملف ويانا هو ملف مطار بغداد الدولي والمصايب اللي موجودة بهذا المطار. يعني يا أما خدمات بداخل المطار ماكو، يا أما بداخل الطيارات والمسافرين تعبانين، وهسه تلقون طيارات تعاني بسبب الهمال. كل دول العالم تشتغل حتى تطور النقل، تطور المطارات اللي هي المنافذ الرئيسية، إلا العراق. بعد الفيديوهات اللي تكشف حجم الفوضى والفساد بالمطارات العراقية مستمرة، البارحة واحدة من طائرات الخطوط الجوية العراقية الناقل الرسمي للبلد تعرضت إلى ما نقول عملية تخريب، إلى عطل بسبب تسرب أو أدى إلى تسبب بتسرب الوقود الخاص بالطائرات على أرضية مطار بغداد. ليش صار بها خلل؟ ليش سربت الوقود؟ ليش انزرف الجنح؟ لأنه شاحنة نقل وقود أثناء وقوف الطائرة بداخل مطار بغداد فاتت من جوة الجنح، الهوز مالتها رافع، ضربت الجنح، زرفت الجنح، سربت البنزين. هذا الفيديو اللي راح تشوفوه هسه هو فيديو يبين لكم حجم الضرر اللي صار بهاي الطيارة. خلونا نشوف. السلام عليكم. على السيارة يانكي لما ضرب الطائرة من قبل وقود الطائرة. على الجيت 46. يعني حج هذا بالوقود كان واقف بهذا المكان ورجع على البيت. إيه يرجع على البيكازوس. راجع على البيت وضارب الجنح مال الطائرة. وهذا الأطار مالته. هذا رجع على طيارتنا على البيت وضرب الجنح. على مود يرجع يروح على البيكازوس. على 31. سباق ناسكار الدولي هو جاي تتسابق. زين المطار ما بغير بس هالسيارة اللي تنقل وقود من طيارة طيارة. زين رجعت بق طبيت جوا الجنح دا تختلي من الشمس أبويا أنت. شنو الموضوع؟ مطار ما بنظام ترى ما صايرة. كل العالم صغيرها وكبيرها تعرف الطيارة من تنزل أكو لها نظام وأوامر، وش وقت الطوب، شلون تمشي، وشنو الحركات اللي يسويها قبال الشخص اللي بالمطار اللي يستقبل الطائرة حتى يوقفها بمكانه، شنو إجراءات السلامة المتبعة خصوصا اللي يشتغلون بالمطار وأكو واحد يتابع ويدقق. ماكو واحد شافه راجع بق وقال له عمي أوقف راح تضرب طيارة سعرها ملايين وربكم حميد. لا صار تماس كهربائي، لا واحد شمر جيجارته، ولا كان صارت كارثة بمليارات لأن المطار خو ما بي طيارة واحدة سعرها 20-30 مليون، لا بمئات الطائرات. هاي حالة واحدة من حالات الأهمال اللي عاني منها العراقي والمسافر بالذات. الشعب العراقي يتعرض إلى هواية من الأهمال من قبل الحكومة ودوائرها ووزاراتها، خصوصا لما نسوي معاملة أو إجراء، والمطار أيضا بإجراء أو معاملة أنه أنت تدخل تنطي جوازك أو بالبداية تفتش جنطك، توصل إلى البورد تطي الجنط، تستلم البورد ماتك، تروح إلى كاونتر الجوازات ضابط الجوازات تسلم الجواز، يتأكد من هويتك وشخصيتك وين رايح وين جاي والرحلة، يختم لك الجواز، تروح إلى البوابة، جنطك تصعد قبلك، تركب أنت بالطيارة وتسافر. هاي المعاملة حتى بالعراق بها خلل. هنا عندنا عائلة، العائلة عندهم ولد من ذوي الاحتياجات الخاصة. تخيلوا هذا الولد المريض، من المفترض أنه دائرة الطبابة اللي موجودة بالمطار
ورا ما تعاين حالته وهم طالعين دي يسووا له عملية، المفروض النقل بآلية، لكن هنا أهل المريض شو يسوون؟ جايبين دوشق فراش حاطين الولد عليه ودا يركضون بداخل أروقة المطار حتى يكملون الإجراءات، وماكو أحد يساعدهم بنقله أو يوصله بطريقة صحيحة للطيارة، إلى أن دخلوا النشطاء بمناشداتهم حتى يجيبون سيارة إسعاف تنقله. والمفروض شنو المفروض؟ قلت لكم أكو إجراءات، الدائرة الصحية بالمطار هي اللي تنقل هذا المريض أو أي مريض محتاج إلى عملية، ما يقدر يمشي، ما يقدر يوقف، وضع الصحي تعبان، وأكو أوراق تثبت أنه هذا طالع لعلاج، ينقل بصورة مباشرة من الدائرة الصحية من مستوصف المطار إلى الطيارة بشكل مباشر بدون المرور بالإجراءات الروتينية بداخل المطار، وضابط الجوازات يكون مستعد ويطلع السيارة الإسعاف قبل ما ينقلون المريض إلى الطيارة، يتأكد من هويته ويدخل على السيستم ويختم له مغادرة، وراها يروح المريض إلى الطيارة بصورة سلسة وسريعة وما بها أي تعب إليه كونه مريض. لكن هذا حال المريض بالعراق. إسعاف بعد المطار. هذا عباس الكاميرا. حسبي الله ونعم الوكيل. بعد تكلم. هاي بال 2023. زين السؤال اللي ينطرح هنا، فلنفرض هذا المريض ويا مرافقين اثنين ابوه وامه، فلنفرض اللي جايبيه وناقليه على الحصيره او الفراش 10، زين دول راح يعبرون البوردنج لو ينتظرون ورا البوردنج، زين ورا البوردنج من يستلم الختم ما جواز مالته ويقول له طب للطياره، منو يعبر لابنه؟ يوقف ورا البوردنج، هلا تنهلا يا اخوان عندي مريض تعالوا نقلوا وياي، لو اللي يفتش الجنط واللي يفتش المسافرين هو اللي ينقل وياه، لو يجيب له عرباين اثنين ما جنط واحد يمشي علبق والثاني يمشي عدل، شنو الموضوع؟ صدق العراق شبيه؟ ليش كل شيء مخربط؟ ليش كل شيء مقلوبي؟ ليش كل شيء بالعراق مو عدل؟ عندنا وزارة عدل أبعد ما تكون عن العدل، عندنا وزارة صحة بس هي ما بها أي صحة، وعندنا وزارة داخلية الشرطة اللي بها يخافون من الإصابات، وعندنا وزارة الدفاع طبت منظمة إرهابية لبسوا دشاديش ونهزموا، وعندنا وزارة التربية وماكو تربية بالعراق ولا أكو مدارس، وعندنا وزارة التجارة بس التجارة بالعراق منتهية والحصة التموينية واقعة، وعندنا وزارة الزراعة والزراعة ماتت، شنو الموضوع؟ الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت وغردت على هذا الموضوع، فجبنا لكم بعض التغريدات من موقع اكس. عمر: المفروض الدائرة الصحية بالمطار تنقل مباشرة من مستوصف المطار إلى الطيارة وبشكل مباشر، ويطلع ضابط الجواز لسيارة إسعاف قبل ما ينقلون المريض للطيارة، يتأكد من هويته ويدخل له على السيستم ويختم له مغادرة. علي: المريض إذا ما يقدر يصعد الدرج لازم يدفع $40 إليه يصعد بالمصعد للطيارة. أثير عوني يقول: هم عمي مورجال دولة، مورجال دولة إدارة صف بمدرسة ما يقدروا لها، هو هذا المطار المصخم بعيوب ما يراد لمشاريع وإحالة، يعني هذا العاقول ما يقدرون يطلعون عامل يومية عالجة بالكرك والحاشوشة لو منجل، لو هذا الحفر أو هذه الحفر اللي بالمدرج أو من تنزل بالمطار قبل ما توصل سوق هرج مالة التاكسيات والمخازي أول ما يطلع المسافر. وليد الجاف: يا أخي مصيبة، تريد لك مكان بالعراق ماشي عدل؟ ماكو، أدري ماكو ولا مدير عام أو وزير شريف، شنو القصة؟ ولا حزب يجيب وزير بي خير شوية، والعالم أهل الكفاءات والشهايد مكومة، هذا دليل على أنه تابعين هاي الأحزاب بس الماس والمتخلفين والحرامية، لأن ما يجيبون بس الحرامية والمتخلفين، لا إله إلا الله.
فكانت هاي تغريدات الناس حول قضية سوء الخدمات أو انهيار مطار بغداد، وهذا واحد من المطارات العراقية اللي حال المطارات البقية ما يختلف عن الحال اللي موجود بمطار بغداد. أبو زينب من النجف، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أستاذ العزيز، إذا هي داخل المستشفيات العراقية نعم، يعني أكو ثلاث حالات لنقل المرضى نعم من طابق إلى طابق، إما الدرج وإما المصعد، وإما أكو اللولة بمثل الطريق حتى ينزلون بي عربات وش يسموها وياي السجية ذات العجلات. نعم، ان هاي هناك بتشوف صورة، تيجي تشوف صورة المطار. يعني احنا مع الاسف كل دول العالم متقدمة بالسنوات، تقدم بها التكنولوجيا والطب والكذا، وخاصة في المطارات لان هاي واجهة البلد. يعني ما زالت المهازل 10 شهرين واحد يروحون بي، انت جناح على الخارج تعرف الشغلة من حالة طارئة، واحد الكلمة المشهورة أو الجملة المشهورة هل من طبيب في الصالة أو لا بطيار، هل من طبيب الطائرة. يعني احنا شنو الخدمات اللي يقدموها المجتمع العراقي واحنا بلد نفطي، كان في أكبر بلد نفطي بالعالم، حائرين بس بالربط السككي مالت إيران على ما يدخلون الإرهاب، يدخلون الأسلحة يدوها سوريا ومدري وين، كل بس العراق براس العراق. يقول لك حتى حتى يقول لك يعني اتخاذ واحد وقع محمد الشيعة السوداني، يقول لك لازم إيران تدفع فلوس السكك في تبنى، يقول لك انت عليك على العراق والفائدة تروح لإيران. هو شنو اللي يعني الشعر او الشعر اللي يسويه للشعب العراقي؟ هم الجهل واغبياء يحكمونها عن طريق احزاب عميل الايران، هذه الدرجه الاساس. نعم. يعني قشرهم بالوقت السكري طوروا المي، يمكن يومين خلصوا وقفوا المي نحو اكثر. دمرونا دمار عنا احنا، دولة ما على قولت المثل الجال، يعني ناس مو اهلها، دولة مو اهل حكومة، مو اهل سياسة. السياسة يقول لك فن الممكن، احنا فن لا ممكن. نعم. يعني جيب حتى لو حمال لو كذا وسوى وزير. والله شنو من جاي من الحزب السياسي؟ لك عم من اي خارج جيب من الحزب الفلاحي. وزير مختص مو رابع ابتدائي يسوي وزير، مو خامس ابتدائي يسوي وزير، يسوي عم الشكل دمرون والله العظيم. على هاي العقول الجباره في العراق يا اما جاي تغتال وتقتل يا اما جاي تهاجر للخارج. نعم، شكرا 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 لك ابو زينب، واعتذر اذا قطعتك عبالي سكتت. شكرا لك يا غالي. تعرفون انتم السنه الدراسيه 2023-2024 بلشت، وقبل ما تنطلق فعاليات هاي السنة، العراق يفتقر إلى عدد كبير من المدارس، ويفتقر إلى وجود الوسائل الإيضاح ووسائل التعليم الحديثة. وإضافة إلى ذلك أكو مشاريع هواية متلكئة راح ضحية فساد أو تلكئت من سنوات. عندنا مواطن من قضاء قلعة السكر بمحافظة ذي قار، انتقد هذا المواطن بطريقة ساخرة وحدة من المدارس اللي أشرف على بنائها. منو أشرف على بناء هاي المدرسة؟ الوقف الشيعي، جهة دينية تعرف الحلال من الحرام. لكن رغم إنجاز نسبة لا بأس بها من أعمال البناء، لكن بقت هاي المدرسة متروكة، ما تسلمت ولا تم افتتاحها، لدرجة أن الناشط سخر من الواقع واعتبر أن هاي المدرسة صارت مرقد بسبب طول فترة رقودها تحت الانتظار. خلونا نشوف. معطل
قاعد احني هذا المقام وطلبت منه مراد والله طان مرادي ومن تصاحب جيت احني هذا مو مقام هاي مدرسه دينيه عم انت مال القلعه كل شيء ما تعرفه والله مدرسه عم هذا مقام ديني سواء ان الوقف الشيعي شنو من مدرسه انت غلطان مقام ديني هذا انت ما كل شيء ما تفهمه انا اقعد بصف هذا عم بصف ايش والله عم طلبت منه مراد طان مرادي من 2011 منه بس هم ما قالوا انه هاي مقام وهيك حتى لا تلتم العالم وفي جسور بس انا ادري بيه هذا مقام ديني هذا سواء ان الوقف الشيعي من 2011 تعال شوف ها هاي الوقف الشيعي وقف الفساد وقف البوق وقف النهي بذيقار عاش ديكم اها من 2011 هاي المدرسه اخذوا قاع القلعه ومسوينها مدرسه مدرسه للعاقوب للوسخ للتراب هاي حميناها لكم فرائس في الشيعة منكم والله العظيم فرائس في الشيعة منكم حنيناها لكم الوقف الشيعي بذيقار هاي المدرسة حنيناها لكم الله وكيلك اشترينا حنا وحنيناها لكم هاي يا وقف الشيعي بذيقار هاي المدرسة مالتكم من 2011 كاملة أرد أشوف شني مدرسة من 2011 كاملة من 2011 كاملة ما تعرفون تفتحونها عم تطونها خل نسويها جامعة خل نسويها مدارس عندنا قسم القلعة ماخذين قاع القلعة نسويها مدرسة وصالتكم من 2011 عايفينها مدرسة كاملة كل شي ما بيها مخلينها علما نردفتين بعيدا عن منو بنى هاي المدرسة أي جهة أي جهة بأي مكان تقدر تبني مدرسة تقدر تبني جامع تقدر تبني كنيسة تقدر تبني أي شيء وراها توقف إلى الدولة لكن المدرسة يجب أن تكون مملوكة إلى الدولة ليش؟ لأنه هي راح تتبع وزارة ليش تتبع وزارة؟ لأن تأخذ منها التعليمات بالدراسة وتبدي العام الدراسي وتنهي ويا الوزارة تأخذ حصص من الوزارة فهي تكون متبوعة إلى الدولة السؤال اللي ينطرح هنا أنا من 2011 لل 2023 12 سنة كم وزير تربية إجا للعراق؟ لزموهم كلهم حطوهم قبالكم وسألوهم واحد واحد ليش هاي المدرسة ليها سما انفتحت أنا أجاوبكم ما راح يعرف يجاوب ليش لأن أكو إيد أكبر من عنده ما خلته يعرف شي بالعراق لأنه أي وزير يجي للعراق وما دا يعرف اللي جدا يصير والدليل روحوا سمعوا تصريحاتهم مضحكة الناس لما شافت هاي المدرسة اللي حناها هذا المواطن وفرحان بها عبالك باكر الحنة مالتها أو الزواج نبيل عامري علق على فيسبوك نفس المدرسة اللي يم البيطرة 18 صف راح تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعدد المقاولين اللي اشتغلوا بيها ولحد الآن ما كاملة وحميدة السعيد تقول ضحكة خوش مقام حتى المدارس ما سلمت منهم ورياض الشنان يقول هاي خزينة الدولة يوزعونها بين أحزابهم الفاسدة تحت هاي المسميات وسجاد صبيح ناصر نفس موجود بالرفاعي وبنفس هذا التاريخ تم بنائها ولحد الآن مهمولة ومتركة 2011 يعني بزمن من سلم ثلث العراق إلى تنظيم إرهابي في زمن من هدرت أكثر من ألف أو ما يقرب من ألف مليار دولار في زمن الوعود بالكهرباء وبالماء وبالديمقراطية ونفس الواحد اللي انهم زوبعة في فنجان اكيد عرفتوا نور المالكي اكو هواية جهات متنفذة بالعراق مع الأسف سنة 2023 المتنفذين بالعراق هم مو بس الأحزاب والسياسيين المتنفذين بالعراق هم السياسيين والكتل مالتهم والحمايات مالتهم وولد خالهم وولدهم والنسوان اللي عرفوهم واللي متزوجيهم واللي مخلفين من عندهم وبناتهم وشيخ العشيرة وابن عمه ما أدري منه والسائق مال السيارة دولة كلهم متنفذين بالعراق لكن دولة متنفذين عندهم محاولات للسيطرة على أماكن استراتيجية في كل بقاع العراق
كانت مخصصة كمساحات خضراء، كمتنزهات، كمحرمات، كأراضي تابعة للدولة، حتى يحولوها أراضي خاصة لهم، إما يستثمروها كمجمعات تجارية أو يستثمروها كمجمعات سكنية، فبالحالتين هي استثمار. لهالسبب عدد من أهالي منطقة الأورفلي بمدينة الصدر شرق العاصمة العراقية بغداد ناجدوا بسبب محاولات جهات متنفذة أن تسيطر على المتنزه الوحيد اللي موجود بمنطقة الأورفلي بمدينة الصدر، واللي يعتبر المتنفس الوحيد لأهالي هاي المنطقة المكتظة أصلاً بالسكان. خلونا نشوف. نناشد المسؤولين جميعاً، الله يحفظكم ويسلمكم، نناشد سيد حاكم الزاملي، إحنا هذا المنتزه يجمع جميع المناطق ما شاء الله، الأورفلي، حي طارق، الكفاءات، الشماعية، المناطق هاي كلها متجمعة بيه، وهاي الأطفال وهاي الملاعيب اللي يشوفونها، متنفس الوحيد الموجود حاليا تقريبا بالمدينة، مو فقط بالأورفلي، أكبر شيء هو بالمدينة. والحمد لله والشكر هاي الأطفال سعيدة وفرحانة تجي تلعب، لا تدفع فلوس ولا مفتوح 24 ساعة، والناس كبار السن متواجدة صباحا والظهر والعصر بأي وقت يعجبهم وموجودين. هسه احنا سمعنا كلام بعض النفوس الضعيفة تريد تستغل هذه المنتزه وهذه البقعة مالت الأرض وتقيم فيها مشاريع ما عرفنا استثمار، كوفيات أو ملاعيب أو غيرها. احنا هاي شغلة ما تناسبنا، احنا هاي هنا بيوت وعوائل، فاحنا هذا الشيء، هاي البيوت قدامكم تشوفون انتم، ناس عوائل وناس احنا ما نحب هاي القضايا، يعني راح يصير بيها عدة أمور. أريد أسأل سؤال، في دوائر البلدية أكو جهات مختصة عن هاي الأمور اللي هي المساحات الخضراء بالمناطق والقصبات والأقضية والنواحي والمدن، إضافة إلى أكو وزارة اسمها وزارة التخطيط. وزارة التخطيط شغلها أو واحد من أشغالها أن تخطط لتوسعة المدن، ومن مخططات بناء المدن يجب أن تكون مساحات خضراء في المناطق. أولاً العراق أجواء حارة وجافة، هاي المساحات الخضراء تساهم في تلطيف الجو، تنقية الهواء، السيطرة على الأتربة والغبار حتى ما يصير عجاج، يعني أحكيها هيك. رقم اثنين متنفس للأهالي، رقم ثلاثة منظر جمالي، رقم أربعة منظر حضاري، رقم خمسة رفاهية. زين أنتو ذني كلهن ضربتوهن برجليكم وجايين دا تسوي لي مجمع دا يستفاد منه واحد اثنين، وراها يتأذون آلاف بل مئات الآلاف. نطلع من مدينة الصدر ببغداد ونروح إلى سيطرة المتنفذين والميليشيات على أراضي الدولة والأماكن الحيوية، وموضوعنا بهذا الملف. ناشط من البصرة يرصد لكم قيام مجموعة متنفذة أو مافيات بالدولة أن يستولون على أهم المواقع الاستراتيجية بقضاء أبو الخصيب جنوب البصرة، وتنوي هاي الجهات المتنفذة أن تحول الأرض الموجودة بواجهة مديرية الشباب والرياضة إلى محلات تجارية وتستثمر بسبب موقعها التجاري. خلونا نسمع. السلام عليكم، تحياتي للجميع، إلى وزير الشباب والرياضة، إلى محافظ البصرة، إلى هيئة النزاهة، إلى القضاء، إلى كل من يهمه الأمر. هاي البناية اللي شاهدون أمامكم مديرية الشباب والرياضة في محافظة البصرة قضاء أبو الخصيب. هذه الدائرة تشغلها عدة دوائر، منها الشباب والرياضة وبطاقة السكن ومكتب الاستخبارات في قضاء أبو الخصيب والجريمة الاقتصادية في أبو الخصيب. ترقاعة ومصيبة وفقر هذه الدائرة على شارع تجاري. هاي الدائرة، هذا السياج اللي تشاهدونه أمامكم وصولا إلى الدائرة، يعني 12 متر باتجاه الدائرة، انحال استثمار مقابل 5 مليون دينار عراقي لمدة 20 سنة،
وما أعرف شنو الجدوى الاقتصادية من هذه الخمس ملايين. معقول الدولة متوقفة على الخمس ملايين دينار عراقي؟ هذا ملف واضح، ملف فساد واضح. من تتحول واجهة مديرية تمثل الدولة إلى دكاكين، إلى محلات. يعني هسه دائرة الجنسية العامة في بغداد اللي مقرها في ساحة الخلاني في سنتر بغداد، هاي المفروض تحول، لأنه ساحة الخلاني أو الشوارع المحيطة بها هي مركز تجاري. يعني ما أعرف، السوق العربي لازم يشيل لأنه هو شارع تجاري مثلا، لو مسرح أو بدالة الأعظمية اللي موجودة في ما بين ساحة عنتر وأبو حنيفة تشيل، لأن الشارع هم يعتبره تجاري. هو غير الدوائر الدولة من المفترض أن تكون في مراكز المدن حتى تكون سهولة الوصول إلها من كافة سكان المدينة، من كل مكان يقدرون يوصلوا لها وبنفس التعب وبنفس الوقت، لو لازم نشمرهم بالأقضية والنواحي. والمواطن من يريد يسوي معاملة لازم يأخذ وياها ورقة معايشة إذا كان عنده وظيفة بمكان، لأن لازم يطلع من بيته إلى دائرة هي بعيدة عن المدينة حتى يكمل. تردون الطامة الكبرى هم بالبصرة. هذا الفيديو مواطن هنا حب يكشف الفساد اللي دا يصير بالعراق. أرض فارغة هاي كانت، شو وقت كانت فارغة؟ قبل 2003، قبل الاحتلال. هاي الأرض مساحتها 30 دونم. قبل 2003 كانت بها ملاعب، ساحات، وأيضاً بها بعض الأماكن اللي تسمى محرمات نفطية، اللي بها أنابيب نفط، بها أشياء من الممكن أن تكون خطرة على الناس. استحوذ عليها شخص واحد متنفذ. تعرفون وين الطامة؟ مو بالاستحواذ، الطامة أنه هذا المتنفذ اللي استحوذ على أملاك الدولة يأخذ تعويضات وإيجارات من الكهرباء والبلدية والنفط. ليش؟ لأنه الكهرباء حاطة أعمدة مال الكهرباء، والبلدية حاطة شارع تجاري بالمكان، والنفط لأنه أكو أنابيب مال النفط مرة بالقاع مالته. سامعين هيك حالة قبل؟ تفرجوا. عليكم تحياتي للجميع. يقولون سوداني رئيس الوزراء حازم عادل يضرب بيد من حديد ضد الفاسدين. ناس تسميه واحد حكومة، وناس تسميه واحد دولة، وناس تسميه واحد نزاهة. راح اطرح هاي عليه الملفات الكبرى اللي موجودة في محافظة البصرة، الأراضي اللي استحوذوا عليها وملفات فساد كبيرة. هاي الأرض اللي تشاهدونها أمامكم هاي تقاطع ملعب الجمهورية بالجهة المقابلة. هاي الأرض قبل 2003 كانت تابعة إلى الدولة، بيها محرمات نفطية وبيها ملعب كرة قدم، ساحة كرة قدم الناس تيجي تلعب بيها طوبة. بعد 2003 تحولت هذه الأرض إلى ملك خاص قدرة قادر، مساحتها كلش كبيرة، أكثر من 30 دونم على شارع تجاري. تعالوا شوفوا له هاي الطرقاعة، يا واحد دولة ويا واحد حكومة. صاحب الأرض اللي استحوذ عليها بدل ما يكتفي بالأرض هاي قال لا، هذا الرصيف اللي أمامكم هذا الرصيف إلي، أقام دعوة على الكهرباء وأخذ أجارات وتعويض من الكهرباء. ما اكتفى بعد أكثر، لا قال هذا الشارع شارع التجاري اللي عمره أكثر من 100 سنة، قال هذا شارع التجاري إلي، وهم أخذه واستحوذ عليه. على هالحال باكر عقبه نلقي العراق متقسم شيوع والناس مستلمته طاب وصرف. شارع لك. تعرفون قبل بالأنظمة السابقة بالمقابر، مو مناطق سكنية، بالمقابر إذا صار أكو توسعة وأكو شارع والشارع من الممكن أنه يأثر على أحد القبور، سين وجيم وجيب وودي وطلع وصعد وجيب ضابط من الجيش وضابط من الشرطة وجيب المختار وجيب قاضي وجيب أهل الميت وكلهم وقفهم بس في سبيل أنه ينقلون جثمان هذا الميت من هذا المكان إلى مكان آخر بمعرفة أهله وعلى حساب الدولة حتى يقدرون يمشون الشارع. أما إذا الشارع يمر بمزرعة فالدولة تشتريها للمزرعة من المواطن
وتعوض فلوس أو تعوض مزرعة أخرى. وهذا الحال صار بكل بلدان العالم. وأقرب دليل ما أقولكم على العراق، خاف يجي واحد ويقول أنت علي من جاي تحكي، هاي المملكة العربية السعودية وتوسعة الحرم الشريف. ما أتوقع أخذوها خاوة ولا بالعراق بالسابق، بس اليوم المشكلة مو الدولة تأخذ خاوة، دولة تتعامل ويا المواطنين. اليوم المواطن يأخذ خاوة من الدولة، وين عايشين ما حد يدري. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع وقالت من فيسبوك عبد الستار السعد يقول هذا شخص معروف لدى مجلس محافظة البصرة وهو ينتمي إلى تيار الحكمة بقيادة عمار الله حكيم، وماكو داعي لإضاعة الوقت وحرق الأعصاب. جلال الدين، أخي ليش ما تفهم البلد كله أنباع ظلت على هاي الساحة؟ أو ليش ما تفهم قصة؟ حيدر الملك، هم حاميها حراميها والله هاي الحكومة ما صير لها كل شارة. وعلي الفراوي يقول عزيزي هذه اتفاقية بين من يمثل السلطة وبين أحد أذنابهم للاستحواذ على أملاك الدولة قدر المستطاع. فكانت هاي تعليقات الناس حول استحواذ المتنفذين على الأراضي العامة. هسه عندنا من بغداد عبد الوهاب وهو سكان مدينة الصدر، حياك الله يا عبد الوهاب. عبد الوهاب، أهلا تفضل حبيبي. حياك الله أخويا، تفضل. الله محييك. حياك. أبدأ بالأسولف؟ إيه تعال الهواء أخويا. على الهواء. إيه. أولاً هذا المتنزه بال 2010. ها أنت تحكي عن الملف الأول هو المتنزه في مدينة الصدر، إيه تفضل. متنزه مدينة الصدر الأورفلي. الأورفلي نعم. هذا بداية المتنزه كان إسكلات قاع متروكة فدخلت به الأمانة، كان بوقتها نعيم عبعوب. اجى نعيم عبعوب شاف هاي قالوا للمنطقة سوينا يا هذا متنزه، الرجال وقف ويانا وسوانا يا متنزه والمتنزه حلو وهاي العوائل والأطفال كلهم كيفه، وصرفت عليه الدولة مليارين. الدولة هسه اجانا مستثمر يعني بخمسين مليون يبيعون مليارين، مليارين الدولة صارفة عليه. هو هسه راح ادزك استاذ المقطع شو نعيم عبعوب الجد قال انا صارف عليه عند المقطع بالفتاحة مليونين صارفين عليه، وهسه مضينا المستثمر ب 50 مليون عن طريق وزارة النقل. كان هل هو هذا يصير؟ احنا ناس عوائل وشيب وشباب وتقعد بهذا المتنزه وهذا العالم كلها تطلع العصرية تقعد به، الشياب والشباب الرياضيين المريض هنا يتمرن به، هسه داخل لنا مستثمر. زين اللي أرد أعرف أنا اللي دولة صارفة مليارين تبيع متنزه ثمان دوانم تبيعه بخمسين مليون دينار، هل هو يصير؟ أنا أناشد وزير النقل وناشد السيد رئيس الوزراء، يعني إحنا نصير نحو الأسوأ لو نحو الأسوأ. إحنا غير عراقيين وإن حق، وين حقنا؟ من اللي طلع حقنا؟ والوحيد استاذ هذا المتنفس الوحيد دي لمدينة الصدر. يعني احنا ما اعرف وين نشتكي، اشتكينا للدنيا كلها بعد ما عدنا غير اشتكاء الله. يعني الدولة انت تبيعين هذا المتنزه، بيعون المتنزه، انت مو تسوون على استناد متنزهات بعد؟ عمي ما اريد، قالوا نسوي كم العاب فيه، نسوي كم شو اسمه، عمي ما اريد، اريد واقع حال. والله استاذ تطفى الكهرباء عندنا، والله العظيم نقعد هنا بالمتنزه والله نشوف باب الله ونشوف هو الله. ليش هالمحاربة النفسية؟ ليش يا اسلام الله؟ اناشد من؟ اناشد دولة رئيس الوزراء اللي خلصنا من هذا الموضوع. ليش العراق دا ينباع؟ ليش؟ نعم شكرا لك يا اخ عبد الوهاب. لكن هي مو تشاؤم، يعني
حالها حال مقصر، ديك مدينه انباعت لغير دوله، هاي باعوا الكيان المستثمر. بس هي النكته هنا وين؟ يعني تخيل واحد يصرف مليارين يبيعها ب 50 مليون، المستثمر يريد يربح، هذا تاجر راح يجي يقول لهم هذا المشروع كلفني مليارين و50 مليون ابيعها بمليارين و500 مليون، ترجع الدوله تشتري من عنده. وقولوا قال ابو علي من الديوانيه حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي الكريم، المتنزهات هاي من زمان انباعت وراحت. نعم. يعني هاي المتنزهات عندنا بالديوانية وجهة تلقى أنا كل مقلب هذول المساحين باقي المهندسين من البلدية كلها جابت قرايب حطتهم إياها، بنوها بيوت وراحت. يعني الدوار مملوكة، الدوار مملوكة، كل من يجيب قرايبه يتوازعها ورد الخلفوهم. ما كنا عندنا ورد بالعراق شيء اسمه عام. نعم. كله عندنا ورد خاص. نعم. كل دوائر الدولة هي عندنا خصوصية بالديوانية كلها ورد خاص. كل من يجيب قرايبه يستولى على الدائرة الموجودة، كل من التنزهات جابوا قرايبهم وطاهم اياه وصارت بيوتهم ومحلات. روح سأل عليهم كلها قرايبهم كلها ودعمهم. كل دائرة مملوكة، ماكو دولة، الدولة لا تحاسب الدولة. قد تجي تفحص الديوانية تشوف كل هالألوان اللي كل دائرة لها لون خاص. كل دائرة مستولى عليها قبيلة. كل دائرة مستولى عليها عشي هذا الزين. نعم. هذا الموجود يعني الدولة ماكو اسم دولة يعني الدولة. نعم نعم نعم. الدولة أنا أقول لك على الفقير ماخذ 50 متر فلشة. هاي الدولة على الفقير. الدولة تركب القانون كله براس الفقير لا أكثر ولا أقل. نعم. مشكور. شكرا شكرا لك أبو علي. إحنا مو هي قضية التجاوز بكل تأكيد، التجاوز هو مرفوض بكل معنى الكلمة، لكن على قولة أبو علي مواطن ما عنده مكان وقاعد ببيت تجاوز يهدوه، بس مواطن يبوق من الدولة 30 دونم وراها يقولهم الشارع إلي والرصيف إلي والكهرباء يعطوني إيجار والبلدية تعطيني إيجار ووزارة النفط اللي مادة الأنبوب مالتها بالقاع مادتي تعطيني إيجار، قل لي خويا ليش ما تروح على فنزويلا تقولهم بسنة 1932 كانت عندكم اتفاقية، هاي الاتفاقية يوم جدي 17 كانت تمر بالقاع مادتها طوني إيجار. لا حول ولا قوة إلا بالله. نروح هسه الى مشاريع الحكومه الفاسده واللي تصرف بيها مليارات والنتيجه عمل مكامل او غير مطابق للمواصفات او تلزيق بلهجتنا العاميه. سائق يشكو من حال الطريق الواصل الى منفذ الشلامشه ويسال معقوله هذا الطريق دولي؟ معقوله هذا الطريق يفوتون عليه ملايين الزوار والمسافرين سنوياً بمدينة مثل البصرة اللي كانت تسمى عروس الخليج العربي؟ خلونا نشوف. يا الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني بشرفكم هذا طريق منفذ، منفذ الشلامشة اللي تجي عليه ملايين الزوار. هذا الطريق طريق كله تراب وكله محفر وكله طسات. والله العظيم يعني اللي يجي هنا ينتقم من عمره، من عمره ينتقم اللي يطب هنا على الطسات وعلى التراب هذا. ولكم الله أكبر، هاي البصرة أم الخير، البصرة أم النفط، هاي البصرة أم الخير، أم التريليونات، هاي اللي تغذي العراق كله. منفذ ما تعرفون تبلطونه، صديق كذب يا الله. تخيلوا هذا طريق دولي، طريق دولي ما بيتبليط، طريق دولي ما مخطط، طريق دولي ما بيرصيف، طريق دولي ما بإنارة، هذا طريق دولي. أنتوا تخيلوا الطرق الدولية هذا حالها، لعد الطرق الداخلية شلون حالها. حتى لا يجي واحد ويقول باعوا أنتوا شو تطلعون، طلعون بس الموزين. إحنا ما لنا علاقة، الناس جاي تصور، الناس جاي توثق، الناس جاي ترصد، والناس جاي تحكي. لأن ما بقى المواطن العراقي ذاك المواطن اللي ما يعرف أو ما يفتهم أو الفقير، لا، وعى. هم بالبصرة، هاي منفذ طريق منفذ الشلامشة، هاي بالبصرة وسط المدينة. أنا مواطن طلع شاف مشروع
إكساء شارع. هذا الشارع وراء رئاسة الجامعة، جامعة البصرة. المواطن رصد به حالات من الفساد والعمل غير المتقن اللي صدق يشيب إلى شعر الطفل، واللي صدق يعني تقهر وتبكي، خصوصا إذا نعرف الملايين اللي دا تنصرف على هاي المشاريع، واللي بالنتيجة ما توافق أبسط معايير وشروط السلامة. خلونا نشوف هذا الشارع اللي واقع خلف رئاسة الجامعة في محافظة البصرة. هذه إلى محافظ البصرة وإلى المهندس المقيم على المشروع. أسألكم بالله، أكو مشروع يتنفذ بهذه الطريقة؟ أكو مشروع اليوم يتنفذ بهاي الطريقة فوق التراب؟ شارع يعني هذا مقتنعين، هذا مقتنعين بتبليط محافظ البصرة؟ شوف هذا المشروع، يعني معقولة؟ ما كل يوم واحد أشرف على هذا المشروع؟ ما أعرف يعني، حتى لو تبرع ما يتنفذ بهذه الطريقة، حتى لو واحد غبي ما ينفذ بهذه الطريقة. تفضل. ما أعرف إنه بتنك مال زفت، يعني يزفتون الشارع بتنكة، ما يزفتون بسيارات. بالله عليكم، هاي هذا مشروع ينفذ بهذه الطريقة؟ ما معقولة يا محافظ البصرة، يا المهندس المقيم المشرف على هذا المشروع. يزفتون الشارع بتنكة. طبعا الزفت أو الإسفلت بالعراق احنا نسميه جير. الجير جايبي بتنكة، اشتايقر ما سطح وقاعدين يزفتوا. اشتايقر بيتنا ببغداد بسنة من السنوات أو كل صيفين ثلاثة نجيب له بتنكة جير نزفتها وخلص على مود لا يفوت لنا مي بالمطار بالشتاء. شنو الموضوع؟ أنا اللي ما مشتغل بهاي الشغلة بطول حياتي شفت العالم شلون مشت. شيل الجير القديم، نظف، رتب، دوسه بالحادلة، افرش سبويس، ذب طبقة اسفلت سائلة أساسية، ذب الزفت مالتك، جيب لك كم حادلة دوسه، انتهى الموضوع، كمل رصف الأرصفة مالتك. شارع زقزاق، منا ماكو تبليط، مناك شوية رفيع، منا تصاعد على الرصيف، الرصيف مكسر، جهة لوخ حاطين تنكة مال جير. زين التنكة مال جير شنو؟ علامة دالة. وين انت؟ مو اول تنكة جير اني، ثاني تنكة تلقاني واقف على اليمنى. شنو الموضوع؟ قلتها ببداية الحلقة وقلتها باخر الملفات. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وخصوصا الفساد بالمشاريع. فمختار النخع يقول: نتيجة محسومة مقدما عندما تسلم المشروع لشركة غير كفوءة وبدون حسيب أو رقيب. سحر علي قالت: والسوداني رئيس وزراء بغداد قبل يوم كان هنا يوقع عقد سكك الحديد، ما شاف هذا المنفذ اللي يدر عليهم ملايين بهذا الحال. طبعا ما يشوفه، يجيبوه بهليكوبتر، قابل يجيبوه بسيارة ويصعدوا طاسات خطيه. محمد أبو صابرين: عندما تباع المشاريع من قبل الفاسدين تكون النتائج هكذا. وسعد الياسري: هسه بس تحكي تطلع انت الفاسد وتطلع انت جوكر وتطلع انت غلطان، وهذا الواقع اللي دا يصير بالعراق. فكانت هاي تعليقات الناس حول قضية الفساد وبالمشاريع. تعرفون مشاهدينا الكرام، انت ترى هي نافذة وجدتها قناة رافدين حتى نسمع اللي انتم تردوه ونبث اللي انتم تصوروا. جتنا الرسالة التالية، نصا راح اقرا لكم اياها مثل ما هم كاتبيها الناس. هاي المنطقة بمركز قضاء بعقوبة بمحافظة ديالة تعاني من الإهمال الحكومي الفاضح، لأنه ما إجا أي مسؤول حكومي للمنطقة من الاحتلال الأمريكي طوال 20 سنة، والسبب لأنه هي منطقة كانت معارضة للاحتلال الأمريكي سابقاً، وأغلب سكانها من طائفة مخالفة للحكومة المحلية بالمحافظة، الحكومة الفاشلة والطائفية هناك. علماً أن المنطقة زراعية وما تدخل ضمن حدود البلدية، على الرغم من أنها موجودة من عام 1980، ورغم أن المناطق المجاورة لها كلها ضمن حدود البلدية ومسجلة على أنها طاب وصرف. أرجو من قناتكم الأصيلة الكريمة نشر هاي الفضيحة لحكومات الفشل والفساد. خلونا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشارع في محافظة ديالة في مركز مدينة بعقوبة، في المركز هاي حالة. هذا الشارع موجود من الثمانينات، دولة ما مهتمة به، شارع كله يعني خيسة ومجاري، المجاري كلها طاقة، وهذا الشارع عام يبعد عن المركز المدينة 500 متر، كلها صاير قصب وخيسة، وهذا مي
هذا هناك وابي مال ماي حتى ماي رخيصة ينزل فيجي ماينا كله ماي رخيصة يجي لنا. هاي ماي رخيصة ينزل الابي هنا فيجينا ماي لسالة وكله ماي رخيصة وماي جيفة. ما هاي شو احكي احكي هاي وضعي وضعي هاي والله هو كاكاو كاكاو هاي وضعي شوف شوف السيان كله هاي هاي جتي نا جت جوي نواف سوى على النص وعفو وقت الانتخابات والله لكن علينا عم والله احنا صرنا مضحك بيد الشعب. هاي اكو مناطق بمحافظة ديالي بصيحة بالصحراء بنص الصحراء بيها خدمات وتبليط وهذا بالمركز عايفين خدمات طائفية هاي نائب مسوي على النص والنائب شعلي الدولة وين؟ دائرة البلدية وين؟ الوزارة وين؟ هاي مشاكل العراق اللي دعاني من عندها المواطن العراقي. ومن مشاكل العراق اللي دعاني من عندها المواطن العراقي هي الاتصالات لأنه كم رسائل تقول ما نقدر نحصلكم هواية. بس عندي رسالة السلام عليكم أستاذ أفل والكادر قناة الرافدين. أقترح إلغاء فقرة رسائل الواتساب لأن جميع الأخوة مقدمي برنامج صوتكم أخذوا لا يعيرونها تماما وتركيز انصب على الفيسبوك والفيديوهات المصورة فقط وهذا من حق الناس وبناء على ذلك أقدم اقتراحي لحضراتكم أخوكم أبو محمد من النرويج. أعتذر منك أبو محمد بس هذا دليل أنه الرسائل كل ما تجينا أبكر كل ما راح تطلع ويانا بالحلقة. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوتكم الجمعة. انتظروني في أمان الله.